يا ترى ايه اللي بيحصل في العلمين دلوقتي؟ خلونا مع بعض نروح عشان نعرف اخر اخبار فعاليات مهرجان العلمين وكواليس التحضير ليها والاجواء في المدينه عامله ازاي. معانا دلوقتي جمانة ماهر واللي هتعرفنا اخر تفاصيل وفعاليات اليوم. مساء الخير عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا باسانت ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يعني الحقيقه الاجواء هنا حلوه قوي يا باسانت زي ما كنت بتتكلمي، وبالفعل في اقبال كبير جدا. وخليني ابدا معاكي كده باهم الاحداث اللي حصلت النهارده. طبعا من اهمها المؤتمر الصحفي لوزير الاعلام الفلسطيني ومجلس اداره الشركه المتحده. يمكن الزياره دي الحقيقه غاليه على قلوبنا كلنا. وخلال هذا المؤتمر يا باسانت الحقيقه وزير الاعلام الفلسطيني وجه شكر لمصر على دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وأكد أن فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان العلمين الجديدة. وأضاف أيضا أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وأيضا تابع خلال حديثه أن كل ما يحدث هنا يدل على علاقة مصر وفلسطين الحبيبة والطيبة، وأن احنا بنخوض معركة عنوانها التحدي والصمود. زي ما كنا بنتكلم بسانت حتى يمكن بنشوف الطائرات هنا الشراعية بتحمل علم مصر وعلم فلسطين جنبا إلى جنب. ده غير طبعا زي ما أعلننا في المؤتمر الصحفي اللي بيعلن انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الثانية، تخصيص 60% من أرباح المهرجان لفلسطين. والحقيقة أنه يعني هذا الترابط واضح جدا جدا جدا، والترحيب كمان اللي لقاه معالي وزير الإعلام الفلسطيني. خلينا نتكلم بقى على الأكتيفيتيز والأنشطة الموجودة هنا يا باسانت. الحقيقة في أنشطة كتير جدا، ووزارة الشباب والرياضة كمان في هنا يمكن قايمة بحقيقة مجهود كبير جدا طبعا بالتنسيق مع إدارة المهرجان. النهاردة كان في تحدي ومنافسة وبطولة كأس العالمين دي ما بين فرق مراكز الشباب، وقيمة النهاردة كمان كان في عرض لأوركسترا الشباب والرياضة، وكان في عروض تانية كتير جدا الحقيقة متعلقة بالرياضات المختلفة. ولو خليني كده أراجع سريعا معاك يا باسانت مع السادة المشاهدين، هيبقى الأسبوع السادس في مهرجان العالمين في هذه النسخة شكله عامل إزاي. من 13 ل 16 أغسطس دي منافسة البادل، 15 أغسطس دوري أبطال الساحل للسيدات، 16 أغسطس مهرجان الطعام، و 17 أغسطس حفلة فريق أم كلثوم، ومن 15 ل 18 أغسطس كمان مهرجان نبتة، ومن 15 ل 17 مسرحية التلفزيون، ومن 15 ل 24 بيس آر موتور سبورتس. طبعا بقى ملاعب كرة السلة والبادل وكرة القدم ومنطقة الأطفال كل ده مستمر معانا. وبسنت معلش طولي بالك معايا عشان في حاجات كتير جدا. انا معاكي كمان لو هنتكلم لو هنتكلم بقى على يوم الجمعه يا بسنت، فالحقيقه ان اداره المهرجان يعني مش بتبطل انها تعمل لنا مفاجآت كبيره. بدل ما كانت حفله واحده يوم الجمعه، الحفله ضربت في ثلاثه زي ما قلتي معانا حمزه نمره، سعاد ماسي بعد غياب طويل حقيقه عن مصر، وكمان مسار اجباري الباند ده كمان ليه شعبيه كبيره جدا جدا الحقيقه يا بسنت. فالحفله ما بقتش حفله واحده، بقت حفلات كتير في بعض. ده بقى كمان بجانب الناس اللي بتحب الاكل زيي وزي كده يا باسانت حقيقي. مهرجان الاكل او بايتس باي ذا سي، انا عارفه ان ده انت هتبقي هنا معايا. نفسي جدا. ده طبعا هيقدم مجموعه من الاكلات طبعا وعروض الطعام. ده هيكون يوم 16 اغسطس، وده في تجربه الحقيقه تجربه هتكون مختلفه، وده هيكون على مدار او على هيكون خلال اليوم تقريبا. انت مش بس بتاكلي، انت بتاكلي وعلى البحر وفي الجو ده كمان يا باسانت، فانت متخيله التجربه هتبقى عامله ازاي. اما بقى للي حابب ان هو يخوض تجربه جديده وحريف وبيعرف يلعب كوره وعنده اتنين صحابه تانيين بيعرفوا يلعبوا كوره، فممكن كمان يجي وينضم لاجمد فريق، وده اللي هيتلعب على ملعب سكور جراس. ودي هتكون تحديات كده ما بين الفرق زي ما قلت لك، بتبقى زي منافسه حريفه كده، وبيبقى فيها كمان الحقيقه جوائز كبيره، وبيبقى فيه مشاركات كبيره جدا 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 باسانت الحقيقه كمان في المسابقه دي. فلو بتعرفي تلعبي كوره تعالي هنا هتتبسطي معانا جدا. بعرف باشمهندس كريم يمكن كمان كان كلمني ان انت مشاركه في انا بلعب كل حاجه، انت مشاركه في بطوله كره القدم للسيدات يا باسانت. ان شاء الله جاي. هتوقفي جون اكيد صح؟ لا خالص هجام. ده غير طبعا ايه معلش هتعملي ايه مكانك؟ انا فيرود.
هجوم. لا انا ما اعرفش، انا بهزر طبعا. انا اكيد انا بشجع من الاستوديو يا جومانا، احنا بنشتغل هنا لو سمحتي، فاحنا بنشجع من هنا من مكاننا ده طبعا. في الحقيقه طبعاً هي خطوه حلوه جدا. خليني اقول لكل السيدات كمان ننسى المسرحيه كمان اللي بتتعرض يا باسنت، مسرحية طبعا التلفزيون زي ما قلتي اللي هتتعرض على مدار 3 ايام، خميس جمعه سبت، لثنائي حسن الرداد وكمان ايمي سمير غانم، هتتعرض على مسرح يو ثياتر. ففي اكتيفيتيز كتير جدا الحقيقه بسنت، ان كانت رياضيه متعلقه بالاكل، فنيه، غنائيه، او حتى مسرحيه، في كل حاجه موجوده هنا الحقيقه. يا جمانة اللي فعلا حابب انه ينضم او يعني يشوف اي فعاليه او يشترك في اي فعاليه، فكل الفعاليات دي بالفعل موجوده في مهرجان العلمين. وشكرا ليك انك نقلت لنا الصوره بالتفصيل، واكيد هنرجع لك كمان مره عشان تحكي لنا اكتر ايه اللي بيحصل دلوقتي على ارض العلمين. احنا عارفين انه دايما في الممشى السياحي في اكتيفيتيز كتير قوي بتحصل، فاكيد هنرجع لك مره ثانيه.